من الكلام نكمل وياكم الجزء الثاني من موضوع المونيتورينج. طبعا حتلقون بعض الشغلات شرحناها بالمحاضرة الأولى الخاصة بالمونيتورينج، وبالإضافة إلى مواضيع إضافية هسه راح نشرحها خلال هاي المحاضرة. فالمونيتورينج جايدلاين عندنا أهم الأمور اللي ذكرناها بأن لازم نراقبها، والأكسجينيشن والفنتيليشن والسيركوليشن والتيمبرتشر، يعني الأكسجين التنفس وكل ملحقاته، سيركوليشن الدورة الدموية وملحقاته، ودرجة الحرارة. فعندنا أولا الأكسجينيشن. هنا بالأكسجينيشن إحنا لازم نتأكد بأنه المريض دي يوصل لأدكويت أكسجين كونستريشن، زين دي يوصل لدم المريض. فشو نتأكد؟ عندنا ثلاث طرق أساسية نقدر نتأكد بأنه الأدكويت أكسجينيشن زين قاعد يوصل للدم. فأولا الطريقة السريرية الكلينيكال، نشوف الكلر زين الريسبيراتوري باتن، يعني النمط مال النفس. تمام، فشون نعرف النمط مال التنفس؟ عن طريق الريت، يعني نشوف المريض دا يتنفس سريع. على سبيل المثال المريض الأكسجين اللي عنده قليل ايش راح يسوي؟ حيضطر يتنفس أسرع في سبيل يعوض الرذم بين النفس مالته منتظم او لا، العمق مال النفس دا ياخذ نفس عميق لو نفس سطحي. اكوال اير انتري والويزنج والكراكل، هذني اصوات او علامات ممكن نراقبها خلال التنفس مال المريض. هسه النقطة الثانية الديليفر غاز، غازات اللي جاي توصل. هالنقطة شلون نتأكد؟ لازم احنا نتأكد بأنه تركيز الأكسجين اللي جاي يوصل للمريض نحلله أو نقيسه عن طريق محلل أكسجين، أكسجين أنالايزر. النقطة الثالثة البلاد أكسجينيشن، يعني هنا كمية الأكسجين الموجودة بالدم، حتى نعرف عندنا طريقتين، أما نستعمل البلس أوكسيميتر اللي هو راح يقرا تشبع الدم بالاكسجين، او عندنا طريقة ثانية اللي هي بالاي بي جي الارتريال بلاد جاز حتى نطلع البي اي او 2. واتمنى منكم تطلعون مخطط اسمه الاكسجين اسوشيتد ديسوشيتد كيرف، حتى يطلع لكم العلاقة ما بين الاس بي او 2% وما بين البي اي او 2، وهذا طبعا كلش مهم. وهالنقطتين دائما بالعناية متوفرة، بانه عندنا بلس اوكسيميتر اللي هو راح نقيس فيه التشبع، وعندنا الاي بي جي حنقيس تركيز الاكسجين بالشريان، يطلع لنا بصيغه بي اي او 2 بارشل بريشر مال ارتريال او 2. العنصر الثاني الفنتيليشن. عندنا اول نقطه بالفنتيليشن، كل مريض لازم ياخذ تنفس او تهويه مثاليه وجيده. شلون نقيمها؟ عن طريق شغلتين، اما سريريا عن طريق تشيس موفمنت، يعني المريض من ياخذ نفس شو يصير؟ يصير عنده حركة بالصدر، او عن طريق السماعة نقدر نسمع الاصوات مال النفس، فنقيم ونتأكد بانه الفنتيليشن مالتنا ادكويت. النقطة الثانية عن طريق الفحص، فاما عندنا بالاي بي جي حنشوف البي اي سي او 2 ونشوف البي اي او 2، فبانه التهوية مالتنا زينة، ونقدر نقيس مستوى السي او 2 وحده عن طريق الكابنوغراف او يسموه الان تايدل سي او 2 اناليسز. نضيف نقطة مهمة بخصوص الان تايدل سي او 2، طبعا من وجهة نظري يعتبر المونيتر الفعال زين لكل المرضى سواء بالعمليات او العناية المركزة، لان حيعطيك انطباع على الجهاز، ينطيك الطباع على نفس مال المريض، ينطيك الطباع على الميتابوليزم ستيت اللي تصير عند المريض. اذن فهو يعتبر عنصر اساسي وجدا مهم، وشارح عنه محاضرة كاملة بكل تفاصيله. نقطة بي يقول اذا المريض كان على الكنترول ميكانيكال فنتيليشن
لازم أراقب الجهاز بشكل مستمر من خوفا من حدوث الديسكونكشن، لأن إحنا الجهاز يربط بالسيركت مثل اليوتيوب أو تراكيستومي زين للمريض، فلازم أراقبه بشكل مستمر في حال لا يصير انفصال بالبريثنج سيستم، فبالتالي حينقطع علينا الفنتليشن. ولازم عندنا طبعا هو بالجهاز علامات صوتية وإشارات في حال بأنه صار ديسكونكشن. النقطة الثالثة، هسه عندنا سيركوليشن يعني القلب وملحقاته. شنو الشغلات الأساسية اللي لازم عندنا نستمر ونراقبها؟ الإي سي جي، تخطيط القلب طبعا بشكل مستمر، البلاد بريشر والهارت ريت بشكل مستمر، ويسموها كلوز مونيتورنج يعني مستمرة ما ينقطع. ونقدر نشوف علامات أخرى مثل palpitation of pulse يعني الخفقان، أو نسمع أصوات القلب أو عن طريق الأوكسيمتري. طبعا الأوكسيمتر انتبهوا عليه يقيس لنا ثلاث شغلات أساسية، هاي الضيفوه سجلوها وياكم. أولا يقيس البلس ريت، ولازم تعرفون شنو الفرق عن الهارت ريت. البلس ريت هو ميكانيكية، ثانيا ينقاس بالبلس أوكسيمتر، ثالثا نقدر نتحسسه بالإيد. أما الهارت ريت فهو كهربائية القلب، النقطة الثانية ينقاس بالإي سي جي، الثالثة ما نقدر نتحسسه بإيدنا وإنما هو كهربائية، والمفروض اثنينهم بالمرضى الطبيعيين يكون متساوين. شغلات إضافية نحتاجها بالمراقبة اللي هي الحرارة، ومثل ما شرحناها بذيك المحاضرة الأولى بأنه هي عندنا بطريقتين انفيزيف ونان انفيزيف. فمثلا عندنا الفارنجيال والإسوفيجيال ذني مثلا انفيزيف، بينما مثلا من نجيب سكين الكترود ونخليه مثلا على قصة المريض هذا يعتبر نان انفيزيف. نشوف اليورين اوتبوت طبعا مهم، لان يعطينا انطباع على ضغط الدم وينطينا انطباع على وظائف الكلى. والسنتر فينوس لاين وهو هذا اليوم اللي راح ينشرح، وعندنا الارتريال لاين اللي هو الشريان او الخط الشرياني اللي نقدر نستفاد منه قراءة ضغط الدم بشكل مستمر، يعني ويا كل نبضة يعطينا قراءة ضغط الدم. وطبعا هم راح يفيدنا بانه احنا ما طول عندنا كانولة بالشريان، فنقدر نسحب منها الاي بي جي بشكل مستمر، يعني هاي تعطينا نقطة اضافية او ميزة اخرى. عندنا مونيترات ايضا اضافية، مرات نشوفها قليل بالعناية ومرات لا، يعني حسب حالة المرض. السوان جانس كاثيتر يعني قسطرة او مثل القسطرة وريدية خلوها للشريان الرئوي، فتقيس لنا الضغط داخل الشريان الرئوي والكاردياك اوتبوت. وعندنا الانتراكرانيال بريشر هم ينقاض ضغط الدماغ، والاي اي جي اللي هو وظائف الدماغ او تخطيط الدماغ الالكترو انكيفالوجراف، وعندنا الترانس اسوفيجال ايكوكارديوغرافي تي اي اي اللي هو حنقيس او نسوي ايكو للقلب من خلال المريء. فهالاربع نقاط ايضا تنضاف الى المونيتر، بس طبعا هي ذن تصير اقل استعمال لان هذن ليش تخصصية، يعني سمن نسوي بالمونيتر مثل نقول بلس اوكسيميتر كل المرضى حيستعملوه، فهذا يصير كمون او موست كمون يوز هذا المونيتر، يعني بشكل مستمر لكل المرضى. بينما مثلا انتراكرانيال بريشر حيصير مرضى محددين، الاي اي جي نفس الشيء، فذن يسموها ليس فريكوينتلي يوز مونيتر. وهنا عندكم مثلا هاي بالصوره نسوي ايكو للقلب من خلال المريء. عندنا السرنتر فينوس بريشر او يسموه سي في بي، هو يمثل البريشر ريكوردينج فروم رايت اتريوم اور سوبيرير فينا كافا، يعني الضغط اللي نقيسه من الرايت اتريوم لو سوبيرير فينا كافا، ويمثل الفلنج بريشر مال من مال رايت سايد اوف ذا هارت. هاي النقطة كلش مهمة، فاذا هو الضغط اللي يمثل شنو او من نقيسه؟ نقيسه من الرايت اتريوم لو السوبيرير فينا كافا، وش يمثل؟ يمثل الرايت سايد اوف ذا هارت. هسه عندنا ملاحظات ضرورية عند القراءة او القياس مال
السنترال فينوس بريشر. اولا لازم القياس يكون نهاية الزفير end of expiration. ثانيا لازم عندنا ترانسديوسر، فالقياس بالترانسديوسر تطلع لنا الموجة مال من مال سنترال فينوس لاين، وهسه راح نشرحها. ونقطة ايضا مهمة، الالكترونيك ترانسديوسر لازم نخليه ونصفره ويا مستوى الرايت اتريوم، وهذا يسموه الهيموستاتكس اكسس، وعادة وين يصير؟ ويا الفورث انتركوستر سبيس بالميد اكزيلاري لاين. فبهذا الموقع لازم نخليه ونصفره، تمام؟ هاي نقصد بيه. هسه هنا تشوفون هاي الصورة قدامكم، وين هاي الدائرة؟ هو هاي من هنا مثل فورث انتركوستال سبيس، ويا من ويا جهة الرايت اتريوم، فهنا منطقة التصفير. هسه عندنا الويف، الموجة اللي راح تطلع من السنترال فينوس بريشر. طبعا هاي كلش مهمة، لان كل حرف بيها يعطينا انطباع وفكرة عن جزء معين بالقلب. حرف الاي يمثل الاتريال كونتراكشن، يعني تقلص الاذين. السي هي الاي من اسمها اتريال، السي كلوز يعني كلوز اند بولجينج اوف ذا ترايكاسبيد فالف، يعني الصمام الثلاثي. زين من راح ينسى تطلع لنا موجه سي. هسه عندنا الاكس الاتريال ريلاكسيشن، يعني هسه تقلص عند الاذين، نسد عندنا الصمام الثلاثي ورا يرتخي الاتريال ريلاكسيشن حتى لا تنسوها. وعندنا الفي اللي هي تمثل الترايكاس فالف ستيل كلوزد، يعني بهاي المرحله الفي يبقى هذا الصمام الثلاثي مسدود، ويسموه الباس فيلينج اوف اتريوم، يعني الاتريوم راح ينترس بالدم. بينما الواي الفينتريكل فيلينج، طالما الفينتريكل انترس فمن راح ينفتح عندي الصمام الثلاثي ينفتح، بينما من الاذين ينترس الصمام الثلاثي يبقى مقفول. تبهول على هالملاحظة. وهنا عندكم هي الموجة، يعني هي الدايستوليك والساستوليك. ناخذكم مال اي سي جي ومال سنترال فينوس بريشر. فهاي نقطة اي شوفوها، والبي والسي والاكس والواي والفي، هاي تحفظوهن. فقلنا الاي شنو؟ هي رايت اتريوم كونتراكشن، هاي مكتوبة عندكم. والسي والكلوزينج مال من مال ترايكاسب، بينما الاكس رايت اتريوم ريلاكسيشن، والفي رايت اتريوم فولنج حينترس، والواي رايت اتريوم انبتي حيفرغ. فهاي حفظوهن يعني كموجة وكتفاصيل كلش مهمة. هسه الاستعمال، يعني انا من اخلي سي في لاين او سنترال فينوس بريشر مونيتورينج، المريض راقد بالعناية، شو الشغل اللي راح استفاد منها؟ اولا راح نشخص حالات مهمة. الحالة الأولى الرايت فينتريكل انفاركشن، هاي الحالة تفيدنا. النقطة الثانية الرايت هارت فيلر والكوربو المناوي، زين يعني عجز بالرايت هارت. وعندنا الكاردياك تيمبونيت، هاي هم راح نقدر نستفاد منها. طبعا ذني التيمبونيت والكوربو المناوي هذني شنو؟ لازم تقروهم زين، خاصة التمبونيت كلش مهمة ولازم تفهمون فكرتها. هي حالة مرضية زين، شلون يصير إحاطة للقلب بالسوائل من برا. عندنا الترايكاسبيد ريجارجيتيشن اوستينوسيس، يعني إذا أكو خلل بالصمام الثلاثي سواء تضيق أو ريجارجيتيشن ارتجاع أو تهدل يسموه بالعربي، زين نقدر نكتشفها. كومبليت هارت بلوك، حالات الكومبليت هارت بلوك زين. وعندنا الكونستركتيف بريكاردايت. هسه
بهذا السلايد راح نعرف شنو الأسباب مال ارتفاع السنترال فينوس بريشر، بما أنه هو قلنا حيمثلنا البريشر بالرايت سايد اوف ذا هارت، فأغلب المشاكل اللي راح تعلق بالرايت سايد حتبين وياه. على سبيل المثال الرايت فينتريكل فيلر، فشل الجزء الرايت بالهارت. تمام. النقطة الثانية التراكاسب ستينوسيس او ريجورجيتيشن، يعني اذا تضيق بالصمام الثلاثي او تهدل راح يرتفع السي في بي. عندنا البريكارديال فيوجن او كونستراكتيف بريكارداتس، تمام، هاي الحالتين هم يرافقها ارتفاع بالسي في بي. سوبرير فينا كافا اوبستراكشن، طبعا لان هو اصلا زين حيصير القراءة منه، فاذا صار بانسداد حيصعد الضغط مالته بالتالي. الفلويد اوفرلود، وهاي الحالة كلش واردة وشائعة. والهايبر دايناميك سيركوليشن والهاي بيب سيتنج، يعني حتى هذا البيب بالفنتليتر كل ما انصعد اكثر كل ما يرافق ارتفاع بالسنترال فينوس بريشر. زين هسه الحالات اللي يصير بها اللو سنترال فينوس بريشر، الحالة الأولى حالات الهايبوفوليمي، لأن احنا ايش قلنا بالارتفاع الفلود اوفرلود، يعني الفلود يصير عالي، هنا بالعكس الفلود قليل. او اكو فاسو دايليشن، ليش؟ لان من راح تتوسع الاوعية حيقل الدم الراجع، بالتالي يقل السنترال فينوس بريشر. وعادة نلاحظ باكثر من 10% اللي يصير عندهم بلاد لوس، زين، اور شيفت بالبلاد فوليوم، يعني النقصان بالقراءة مال سنترال فينوس بريشر، زين، راح نباع من يصير فقدان للدم اكثر من 10%، يعني هذا نقدر نضيفه على الهايبوفوليميا او ذول اللي يصير عندهم شيفت بالبلاد فوليوم. الحالة الثانية اذا قل الانتراثوراسيك بريشر، من يقل مثلا هذا عادة يصير الفورس انسبيريشن، فبالتالي حيسوي بالفينا كافا كولابس، ومن يقفله فبالتالي حيقل الدم الراجع ويقل ويا السنتر فينوس بريشر. فاذا هاي الحالتين او نقدر نسويها ثلاث حالات بانه الهايبوفوليميا والفازو دايليشن والديكريز بالانتراثوراسيك بريشر، هاي الثلاث حالات راح تقللنا السنترال فينوس بريشر. هسه راح نحلل الموجة. احنا قبل كم سلايد عرفنا شو تعني الموجة او كل حرف منها شي مثل، هسه راح نحللها. الحالة الاولى اذا موجة الاي هي صارت البارزة والسائدة، هنا اش راح يصير عندي؟ بما انه هي متعلقة بالاتريوم فعندنا مثلا حالات البولمينر هايبرتينشن او التراكاسب ستينوسيس لو بولمينر ستينوسيس، هاي هي موجة اي. اذا موجة اي ماكو تختفي، كومبليت هارت بلوك، شوفوا هنا بالعكس يصير، يعني اول وحدة كانت سائدة هسه لا اختفت، فعندنا بالهارت بلوك، فينتريكال تاكيكارديا، زين، عندنا وذ اتريو فينتريكال ديسوشيتد، يعني نقدر نقول بحالتين كومبليت هارت بلوك وفينتريكال تاكيكارديا. هسه خلصنا من موجة الاي، هسه نجي على اليمين على موجة الفي. موجة الفي اذا صارت سائدة معناها انها عدي التراكاز ريجورجيتيشن، تفيدنا بمعرفة ارتجاع او تهدر الصمام الثلاثي. اذا تختفي موجة الاكس، الاكس ديسيند، هنا معناها اتريال فبريليشن، يعني يساعدنا بتشخيص الاتريال فبريليشن. بحالة الاكس اجريتد الاكس ديسيندد، يعني موجة الاكس، هنا بحالات البريكارديال تيمبونيت والكونستركتيف بريكارداتس، طبعا هاي الحالات لازم تنحفظ كل واحد مثلا من تظهر الموجة، من تختفي، من ترتفع، من تصير سائدة، من تضخم، لازم نحفظ كل موجة شنو تفاصيلها. الشارب الواي ويف، يعني تصير حادة، شو وقت تصير بحالات السيفير تراكاس ريجورجيتيشن والكونستركتيف بريكارداتس، يعني اذا نشوفها تشبه المين،
تشبه الاكساجريتد الاكس ديسندد. زين هسه تصير بالعكس سلو بالواي ويف، يعني هناك الشارب صارت مثل الحاده، هنا صار بيها بطء، او شلون نوصفها، يعني مثل بطئت او صارت سطحت اكثر. فهنا التراكاس وستينوسز والاتريال مايكسوما. هسه عندنا البروميننت الاكس والواي، هاي رايت فينتريكل انفاركشن، يعني الموشتين هنا تاثرت في هذا الرايت فينتريكل. هنا طبعا صورة عملية بانه شلون نصفره وشلون نقيسه. هسه عندنا المحور الثاني بالايرواي والريسبيراتوري اكسس. هنا لازم عندنا اوكسجينيشن، عندنا فنتيليشن، نتاكد بانه الكوركت اندوتراكيال تيوب بليسمنت، ولازم الاندوتراكيال تيوب كف بريشر نحافظ عليه ما بين 20 الى 30 سنتيمتر ووتر، والايرواي بريشر. هذني الخمس نقاط الأساسية اللي نأمنها أو نحافظ عليها أو نراقبها خلال الإيروي والرسبارتوري أكسس. هسه الشغلات اللي راح نراقبها بالرسبارتوري، احنا ذيك المحاضرة حكينا بأنه على الفنتيليتر، هسه هنا بشكل عام على الرسبارتوري. فعندنا اللو إيروي بريشر، من نشوف الإيروي بريشر بالفنتيليتر قليل، يعني هنا عندي ليك او ديسكونكشن، بينما اذا صار عندي هاي ايرواي بريشر الفنتليتر حيحتاج جهد حتى يدفع الهواء. فهنا اما عندي انسداد او عندي انعقاش بالتيوب او المريض عض التيوب او برونكوس بازم، يعني لو خلل بالجهاز او السيركت او التيوب او القصبات مال المريض متضيقة، فاي شيء يعيق دفع الهواء هو حيرفع لي الايرواي بريشر. هسه عندنا اللو اكسباير تايدل فوليوم، اذا يقول لك بالجهاز الاكسباير تايدل فوليوم قليل فتتاكد بان عندك ليك او لا، يعني تسريب. الابنيه الارم، اذا ابنيه يعني المريض ما دا يتنفس فانت هنا عندك ديسكونكشن. نشوف الاوتو سنسر فيلر، هاي يعطيك بالاصلا بالشاشه مال الفنتليتر يقول لك اوتو سنسر فيلر، او يقول لك الفلو سنسر فيلر، فهاي كلها تابعة لمن للفنتيليتر. اكو هنا خلي لكم ملاحظة مهمة اللي هي نيفر اجنور الالارم باي فنتيليتر، يعني اي انذار، طبعا هاي النقطة جدا مهمة، اي انذار تشوفوه بالفنتيليتر لا تهملوه، لازم اكو خلل حتى لو كان بسيط حاول تعدله. زين هسه عندنا البيك انسبيراتور بريشر، البيك انسبيراتور بريشر حيعتمد على اليمن، حيعتمد على الايرواي ريسيستنس، حيعتمد على اللانج كومبلاينس، يعني احنا من نوصل او ايش قد الضغط اللي نحتاجه بالانسبيريشن، فهيعتمد بانه الايرواي مالتك وما بها ريسيستنس او مقاومة او انسداد، او الرئة مالتك المرونة مالتها طبيعية ما بها تيبس او نقصان بالمرونة مالتها. فمن يصعد الايرواي عادة ايش وقت يعني عندنا ذا مشاكل بالايرواي ريسيستنس، بحالات البرونكوس بازم او التيوب مسدود، وبحالات البولمينري كومبلاينس اللي هي مثلا بولمينري كونجيشن، يعني احتقان بالرئة. هسه الاوكسجينيشن والفنتيليشن، البلس اوكسيميتر هو قلنا يعتبر الفايتال ساين فور اوكسجينيشن، ويقيس الاوتو ساتوريشن، ويقيس النبض، ويقيس البيرفيوجن اندكس. هذه ثلاث اساسيات حفظوها، هي مكتوبه هنا بس لازم تعرفوها. الكابنوغراف يعتبر الفايتال ساين للفنتيليشن والبيرفيوجن، حيقيس المستوى سي او 2 ويعطينا مستوى سي او 2 ويا كل نفس، وهذا محاضرة كاملة مخصوصة له. هسه الكارديو فاسكولار اكسس، لازم عندنا ارتريال بلاد بريشر، عندنا اي سي جي، السنترال فينوس كاثتر مربوطة، البولمينر ارتري، الكاردياك اوتبوت، هاي كلها لازم
عندنا موجودة كلها المن تفيد للكاردياك. هسه الكترولايت، الكترولايت والميتابوليك، هنا لازم نحافظ على الفلويد بالانس، نحافظ على البلاد شوغر، نحافظ على الاملاح نفسها، يعني يكون الصوديوم طبيعي، البوتاسيوم، الكلور، نحافظ على الاسيد بيس بالانس، ونحافظ على النيوتريشن ستيت، ونفس الوقت نراقبها بشكل مستمر. هسه الفيجوال مونيتورينج، هنا الفيجوال مونيتورينج يعني شلون احنا نقوله، بانه شغلات نشوفها بعيننا، مثلا بالتنفس شفنا لون مالت دا يزرق، زين معناه شنو؟ هنا ماكو اكسجين، مدى يوصل، اكو خلل، سواء كان بالتنفس مصدر اكسجين او بالمرض نفسه. المريض دا يستعمل الاكسسوري ماسل، يعني يجر نفس بالقوة، فعنده خلل. زين نشوف المريض هم عددهم وهم كل الموجات اللي تطلع بالشاشة مال مراقبة، نشوف البليدنج اذا عنده نزف او عنده خثرة، هم كتحليل وهم كمراقبة. مثلا الديافوريسيس اللي هو التعرق او الموفمنت، الحركة مال المريض، اللاين كوانتيتي كواليتي، يعني مثلا كان الخاليها او السنترال فينس بريشر، نشوف فعاليته. زين نشوف نومة المريض ووضعيته وارتياحه، كلها تعتبر من الفيجوال مونيتورينج. هنا عندنا بالكلينيكال تيبس، هنا يعني مثل ما نقول هي مجموعة من التوصيات، زين، او نقاط اساسية نوعا ما هي بيها مجال طبي وبيها خارج مجال الطبي. يعني مثلا من ضمنها بانه احنا لازم من نراقب المريض يكون عندنا اخلاص وامانة وحكمة بالمراقبة، يعني مو بس نباع المريض بانه هو شخص مربوط على جهاز ونباع على ارقام، لا، وانه لازم انه نأمن هو حياة انسان، هذا لازم نراقب بكل اخلاص، شي يحتاج من مساعدة تقدمه. زين ننتبه دائما على الاجهزة اللي نستعملها، نعرف استخدام كل الاجهزة اللي موجودة عندنا يم المريض او اللي نحتاجها بانقاذ حياة المريض، من نستعمل دواء سواء مثلا امبول او فيال، لازم كل فيال ما نعتمد بس على شكلها، انه نقراها نشوف قد جرعتها، نشوف المادة العلمية لها، بعدين نستعملها، خاصة هاي الاخطاء اللي تصير بتشابه الادوية، مثلا امبول الادرينالين والافدرين مرات تشابه، اتروبين وادرينالين يشابهون، يعني بعض الشركات احنا نقول، بس القصد بانه كل مل من الامبول، زين، او كل امبولة لازم تنقر هيج، كل السرنجات بيها ليبل، كل سي سي من الدواء هو امانة، ما يصير تهمله وما تصرفه، او مثلا تقول هذا بقى زايد والذبة، لا، كل دواء تطيل لاستحقاقه، وكل مريض ياخذ الجرعة اللي يحتاجها. زين ونحافظ على كل شيء موجود من اجهزة، من امانة، من حفاظ على خصوصية المريض، هالنقطة كلش مهمة. لهنا خلصنا وياكم